باهي قناة شوف تي في، مساء النور عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير في اليوم 12 من شهر رمضان المبارك. فاحنا الان نستبعد قناة شوف تي في مباشرة معكم من مدينة الدار البيضاء اللي كنشوفوا فيها قطرات مطرية وامطار الخير اللي غادي تمطر يعني على كازا ان شاء الله بالاجواء الغائمة اللي كنشوفوا. فأمطار الخير يعني بدات كازا سايق 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 تابعوا قناة شوف تي في، نتمنى تشاركونا بالاراء ديالكم. واش حتى نتوما عندكم شتا؟ بالرغم يعني من نهاية الأسبوع كنشوفوا أن الطريق يعني عامر بزاف، فالمواطنين يعني كيحاولوا أنهم يسرعوا باش يمشيوا للمنازل ديالهم. شكرا مستمعي قناة شوف تي في على التفاعل ديالكم. هنا كازا راه بدات كتبشت صراحه، بدات بالقطرات المطريه والجو راه غائم ديال بصح، يعني كينبئ على انه غادي تكون ان شاء الله امطار قويه. مشاهدي قناة شوف تي في غنقول لكم السلام عليكم، ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء، والله اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.